السلام عليكم. اليوم نقف على الأشغال تاع التهيئة تاع الساحة العمومية المركزية لمدينة جيجل واللي تقع قرب مقر البلدية تاع جيجل واللي راهي الآن قيد يعني الترميم والتجديد. كنت زرتها في هذه المدة والآن الأشغال تاع الترميم راهي قريب تنتهي إن شاء الله، تكون فيه تهيئة جيدة. أترككم تتابعون ما تبقى من الفيديو، والسلام عليكم. Thank you.